وحول هذه الزيارة الأخوية يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار المحاضر والمحلل السياسي حسام جابر. مرحبا بك أستاذ حسام في نشرة الأخبار. يعني هذه الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى أخيه جلالة الملك المفدى أكيد يعني لها دلالات كثيرة، ماذا تمثلها وماذا تشير إليها هذه الدلالات؟ شاكر لكم على هذه الاستضافة وعلى الفرصة اللي أتاحت لي في الحديث عن هذه المناسبة السعيدة على الشعبين الشقيقين، الشعب البحريني والشعب السعودي. طبعا زيارة خادم الحرمين الشريفين ليست الأولى منذ توليه الحكم في المملكة العربية السعودية، نعم. ولن إن شاء الله ولن تكون الأخيرة. تجسد أواصر المحبة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهي بالنسبة للشعب البحريني قمة القمم، لأن بالتأكيد لقاء سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه وخادم الحرمين الشريفين تمثل لنا الكثير من الإنجازات والعطاء للشعبين الشقيقين. فبعد مرور أكثر من 89 عاما على أول زيارة للملك عبد العزيز إلى المملكة العربية للبحرين، نعم. في ذاك الوقت هي دولة البحرين، بعد هذه المرور 89 ما يقارب 89 عام، اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يعيد الزيارة عن طريق جسر الملك فهد، نعم. الذي يمثل شريان نعم. الحياة، نعم. الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي وحتى السياسي. هذا الشريان الذي يربط ما بين البلدين الشقيقين يمثل لنا الكثير والكثير والكثير. فزيارة خادم الحرمين الشريفين زيارة الكل يسعد فيها، الكل يستعد بالأفراح والمناسبات الجيدة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين، وكذلك يسعد بها أيضا إخواننا في المنطقة الشرقية في, نعم. في, 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 في السعودية. فبالتالي هي لحظات سعيدة، أبعادها الأبعاد كثيرة، أبعاد أخوية، أبعاد سياسية، أبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية واقتصادية. فعلى سبيل المثال اليوم نحن نشهد الكثير من الإنجازات الاقتصادية، حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ما يقارب أو تعدى المليار دينار بحريني، نعم. في عام 2018، حاجز كبير جدا إضافة إلى المشاريع المشتركة الاقتصادية، ولعل آخرها وليس الأخير تدشين انبوب النفط الجديد، نعم. اللي دشناه في نوفمبر 2018. فهناك الكثير من الإنجازات التي تجسد معنى الأخوة والصداقة والمحبة، نعم. بين البلدين. يعني لا شك هي إنجازات متواصلة، وهذا نهج الآباء والأجداد. نتحدث أكثر عن المستقبل، أهمية هذه الزيارة بالنسبة لمستقبل البلدين. الحمد لله رب العالمين، الأوضاع أو العلاقات الخليجية علاقات جيدة، خاصة بين المملكة العربية السعودية والبحرين وإضافة للكويت وعمان وغيرها من دول خليجية. فاليوم هذه الزيارة تمثل استمرار للنهج، مثل ما تفضلت أنت في بداية كلامك، استمرار للنهج المستمد من التاريخ والإرث التاريخي. هذه الزيارة وسوف تأتي زيارات أخرى تجسد التعاون وتتلمس احتياجات الشعبين الشقيقين، تتلمس تطلعات القيادة إلى رفعة وازدهار هذه البلدين الشقيقين. فهي استمرارية للمستقبل إن شاء الله مزهر وعطاء أكثر، نعم. وأكثر من القيادات، نعم. وفي جميع المجالات وفي مختلف المجالات، نعم. وفي شتى المجالات، سواء على الصعيد الاجتماعي، سواء على الصعيد السياسي، حتى التعاون الأمني والعسكري اليوم من أعلى المستويات التعاون الموجودة. التعاون السياسي فيما يتعلق في المحافل الدولية أيضا نتلمسه، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو حتى مختلف الدبلوماسيات. اليوم بعد أيضا على المستويات الاقتصادية والمالية هناك تعاون كبير جدا بين البلدين. فهذا المستقبل إن شاء الله مزهر ومستقبل واعد. وإذا كان إحنا نتكلم عن تخطي حاجز المليار دينار بحريني في حجم التبادل التجاري بعد أن كان في 2016 أقل من ذلك بكثير، فهناك عجلة متسارعة من التعاون، هناك عجلة متسارعة من التقارب أكثر وأكثر بين البلدين الشقيقين. نأمل ونتطلع إلى المزيد والمزيد والمزيد، وما زلنا، نعم. يعني نتطلع إلى أكثر من ما تحقق، سواء بسواعد أبناء البلدين الشقيقين وبنظرة القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين. فنحن أيضا ما زلنا نعمل على هذا، وبإذن الله تعالى سوف يتحقق الكثير في المستقبل إن شاء الله. بإذن الله. المحاضر والمحلل السياسي حسام جابر، شكرا جزيلا لك. شاكر لكم هالاستضافة الطيبة.